people they think. The people there. They call them Busso, man. They worship a god named Allah. الفايكنجز في مواجهة المسلمين. من غزو إشبيلية وسفك دماء المئات من المسلمين إلى معركة طلياتة المشهودة، مشاهد دموية بين البحارة النرويجيين وجيوش الأمير عبد الرحمن أمير قرطبة. لكن النهاية كانت مفاجئة. في هذه الحلقة سنتحدث عن محاولة الفايكنجز الإسكندناف غزو البلاد الإسلامية وردة فعل المسلمين. قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وادعمونا بنصائحكم لتجويد محتواها، وشاركوا هذا المحتوى مع أصدقائكم إذا أعجبكم. بداية من القرن الثامن الميلادي، عاث بحارة الفايكنجز فسادا في السواحل البريطانية والفرنسية. المحاربون الإسكندناف الوثنيون أدخلوا الرعب في قلوب سكان البلدات الساحلية في إنجلترا. بادئ الأمر داع صيت مجزرة دير القديس كاثبراك الذي استولى عليه الغزاة وأعدم من وجدوا فيه من الرهبان، كما استولوا على المقتنيات الثمينة لهذا الدير. هذه الغزوة الناجحة حفزت النرويجيين لشن غارات أخرى خاطفة على السواحل الإنجليزية. هذه الغارات ستتوج بالاستيلاء على أراضي مملكة نورتمبريا وتأسيس أول عاصمة لهم بمدينة يورك تحت قيادة الإخوان أيفر الكسيح وهالفدان وأوبا راغنرسون. لكن قبل هذا التوغل الكبير لجيوش الفايكنجز في أوروبا، تحفظ لنا صفحة التاريخ أول وآخر صدام لهم مع المسلمين، والذي كان بالأندلس في إشبيلية سنة 44 و800 للميلاد. هذا الصدام كانت الغلبة في بدايته للفايكنجز، لكن النهاية لم تكن متوقعة. مدينة إشبيلية آنذاك كانت تحت حكم إمارة قرطبة الأموية، وسيصلها الفايكنجز في الفاتح من أكتوبر لسنة 44 و800 للميلاد. قد عبروا النهر الكبير بعد أن أغاروا على السواحل الأندلسية الشمالية أواخر سبتمبر من نفس السنة. يصف لنا ابن عذار المراكشي في كتابه البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب تلك المعركة قائلا: فخرج المجوس، يقصد الفايكنجز، في نحو 80 مركبا كأنما ملأت البحر طيرا جونا، ألوا بأشبونا ثم أقبلوا إلى قادس وإلى أشدونا، ثم قدموا إلى إشبيلية فاحتلوها احتلالا ونازلوها نزالا إلى أن دخلوها قصرا واستأصلوا أهلها قتلا وأسرا، فبقوا فيها 7 أيام يسقون أهلها كأس الحمام. وكان من الرائج لدى المسلمين آنذاك تسمية الفايكنجز بالمجوس لأنهم وثنيون ومنهم من يعبد النار، كما يسمونهم أيضا بالنورمان، وهي لفظة مستعربة من كلمة نورث مان التي كان يسمي بها أهل أوروبا الغربية جيرانهم الشماليين. بمجرد وصول خبر سقوط إشبيلية في يد الفايكنجز، أمير قرطبة عبد الرحمن أمر بإخراج الجيش في اتجاه المدينة المحتلة لتحريرها وفك أسر من بقي بها من المسلمين. فجهز فيلقا على رأسه الحاجب عيسى بن شهيد، كما أرسل رسله إلى مختلف البلدات والمدن يحث عمالها على حشد المتطوعين لدعم الجيش. وسينضم لجيش الأمير أيضا جنود من بني قاسي الحاكمين للثغر الأعلى من الأندلس رغم عدائهم للأمير. وكان على رأس جنود بني قاسي القائد موسى بن موسى أحد أحفاد الكونت كاسيوس الذي أسلم إزاء فتح الأندلس. في 11 من نوفمبر ستقع المواجهة الأولى بين جيش الأمير والفايكنجز، وسيحقق جيش المسلمين نصرا مؤزرا في معركة مشهودة هي معركة طلياتة. فقد أحاط المسلمون إشبيلية بالمنجنيق وداهموا الفايكنجز وقتلوا منهم ما بين 500 إلى 1000 مقاتل، كما أتوا على تدمير 30 سفينة من سفنهم وأسر الكثير منهم، وعرضوهم للمقايضة مع الأسر المسلمين لمن بقي متحصنا من الفايكنجز بالمدينة. وقد لاحق السفن المسلمين ما بقي من سفن الفايكنجز حتى أبعدوهم عن الساحل الأندلسي. بعد تدمير إشبيلية سيقرر الأمير عبد الرحمن بناء أسطول حربي يحمي السواحل الأندلسية من أي غارة محتملة، فقام بإنشاء دار الصناعة والتي كانت كفيلة ببناء ترسانة بحرية قوية، كما أنه أمر بإحاطة إشبيلية بسور يعزز دفاعاتها ويضمن أمن واستقرار من فيها من المسلمين. وكما تنبأ الأمير فالفايكنجز سيعودون غازين في السنوات اللاحقة، لكن الدفاعات المحصنة ستثنيهم عن العودة مرة أخرى. وإذ ذاك سيقرر الفايكنجز عقد الصلح مع أهل الأندلس وتبادل السفارات معهم، بل هناك من الفايكنجز من أسلم وصار مواطنا من مواطني المجتمع الأندلسي المسلم. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. دمتم
سالمين.